حساب البنك السويسري المرقم والمجهول، هل يمكن إخفاء المال؟ سوف أريكم الاختلاف بين حساب البنك السويسري المرقم السري اليوم وكيف كان سرياً قبل بضع سنوات. سوف أريك المعاملات التي يجب عليك تجنبها للحفاظ على سرية أموالك. هل من الممكن اليوم إخفاء هوية المالك النهائي المستفيد من حساب مصرفي سويسري مرقم؟ هل الحسابات المرقمة مجهولة؟ سوف أخبرك بالضبط متى يكون من المنطقي فتح حساب مصرفي مرقم. Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. مرحبا، اسمي هو إنزو كابوتو ولدي موقع SwissBankingLawyers.com. أنا أساعد رجال الأعمال الدوليين على النجاح مع البنوك والأعمال في سويسرا. الحساب المصرفي المجهول في التسعينات، الجميع يعرف الحسابات المصرفية السويسرية المرقمة من أفلام هوليوود. تعرف الحسابات المصرفية المرقمة أيضا باسم حسابات جولد فينجر، وقد استخدمت الحسابات المرقمة لإخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية مثل السياسيين الفاسدين من جميع أنحاء العالم، لإخفاء الأموال المختلسة من مواطنيهم أو أموال المخدرات أو التلاعب في السوق الاحتيالية وأكثر من ذلك بكثير. حتى التسعينات كانت الحسابات المصرفية السويسرية المرقمة مجهولة تماماً، وهذا يعني أن المحامي فتح حساباً مصرفياً لعميله دون الإفصاح عن هوية موكله، وهو ما يطلق عليه اسم المالك النهائي. لم يكن البنك السويسري على علم بهوية المالك النهائي المستفيد. كانت السرية المصرفية قوية للغاية في التسعينات. في ذلك الوقت كانت شركة سويسرية تحمل أسهماً مجهولة الهوية بالاشتراك مع حساب مصرفي مجهول، هي الهيكل المثالي المضاد للرصاص لإخفاء الأموال للمجرمين. إذا كنت مهتماً بمعرفة المزيد من المعلومات المالية فانقر على زر الاشتراك الآن حتى لا تفوتك التحديثات الهامة. الحساب المصرفي المرقم للأشخاص السياسيين، في حين أنه من المثير للجدل مدى ارتباط البنوك السويسرية المتواطئة بمثل هذه الأنشطة، فقد تعاونت مع الحكومات الأجنبية لإعادة الأموال غير المشروعة إلى الحكومات المعنية. الاستخدام الأكثر شيوعاً أو الاستخدام السيء للحسابات المرقمة يحدث مع التهرب من الضريبة. إن التبادل التلقائي للمعلومات الذي تم فرضه على سويسرا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيجعل التهرب من الضرائب مع الحسابات المرقمة صعباً للغاية إذا لم يكن مستحيلاً. إن إجراءات فتح الحسابات شديدة القسوة والإجراءات الصارمة المنفذة مع الحسابات التي يسيطر عليها الأشخاص السياسيين والمعروفة باسم حسابات PEP تعيق حدوث الأنشطة المصرفية مع PEPs. البنوك السويسرية تكون حذرة للغاية قبل أن تفتح حساب PEP. لقد أصبح من الصعب للغاية فتح حسابات PEP. البنوك السويسرية تكون خائفة جداً من الظهور في الأخبار وفقد سمعتها، لذا فهي تتخلى عن فتح علاقة مع شخص سياسي اليوم. يمكنك استخدام الحسابات المرقمة لمزيد من الاستخدامات العادية مثل إخفاء الأموال من الأزواج والزوجات السابقين وأفراد الأسرة والدائنين والمتنازلين. يستخدم العملاء من أمريكا الجنوبية أو الروس حسابات مرقمة لحماية أنفسهم من الخاطفين والمبتزين وغيرهم من المجرمين في بلادهم. لا تزال الحسابات المرقمة حتى اليوم توفر مستوى معين من السرية الممنوحة من قبل السرية المصرفية السويسرية وقانون حماية البيانات السويسري. لا يظهر اسم صاحب الحساب في كشف الحساب المصرفي، يعرف اسم المالك النهائي المستفيد من مدير العلاقات الخاص بك فقط، وقد يحصل عدد قليل جدا من المصرفيين الإضافيين على الاسم بناء على الحاجة فقط. على سبيل المثال موظف الامتثال، إذا كان لديك حساب مرقم فيجب عليك تجنب المعاملات خارج الإقليم السويسري، لأن اسم المالك المستفيد يخضع لالتزامات الإبلاغ في حالة السداد خارج سويسرا. تجنب تنفيذ المعاملات باليورو أو الدولار الأمريكي بسبب مرور المعاملات باليورو بفرانكفورت ومرور المعاملات بالدولار الأمريكي عبر نيويورك. فإذا كان لديك حساب مرقم عليك تجنب الدفع على الإطلاق طالما أن أموالك موجودة في الأراضي السويسرية، فإنك تستفيد من قانون حماية البيانات السويسري، فهو أقوى قانون لحماية البيانات في العالم، كما أنك تستفيد من سرية البنوك السويسرية. إن السرية المصرفية السويسرية لا تساعد بعد الآن في التهرب من الضرائب، ولكنها لا تزال تعمل على حماية الخصوصية وحماية الأصول. إن الحسابات المجهولة المرقمة بالكامل دون التزام الكشف عن المالك النهائي ومصدر الأموال لم تعد موجودة.
فقد أصبحت جزءاً من التاريخ. إذا كانت بعض مواقع الويب تعرض عليك حسابات مجهولة فلا تلتفت لها على الإطلاق. إذا عجبك هذا الفيديو فعرضه واضغط على زر أعجبني، أو لا تتردد في تزويدنا بتعليقاتك في القسم المخصص للتعليقات أدناه. تأكد من الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاصة بي الآن، فقط اضغط على زر الاشتراك. إذا كنت ترغب في حماية أموالك في مكان سري فأمسك بالهاتف واتصل بي الآن على الرقم 0041-442-12-4404. أخبرني عن موقفك المحدد وسأقترح عليك حل حماية الأصول الأكثر قانونية وكفاءة. كن ثرياً وابق ثرياً. أتمنى لك يوماً جميلاً.